بهزر. طيب انت رايح كاس الامم الافريقيه بهدف ان شاء الله تعالى الفوز بيها، الاهلي يروح ابو ظبي بمين؟ المهندس احمد مجاهد كان طمن الناس كلها وقال كلام حتى الان بنقول له ها انت فين دلوقتي؟ الكلام ده راح فين؟ للباشمهندس هاني ابو ريده وللباشمهندس احمد مجاهد. نفكركم بكلام المهندس احمد مجاهد مع الزميل هاني حتحوت، وليس كل ما يعرف يقال. نسمعه. ازاي بطولتين يدخلوا في نفس الوقت ما بين نهايه البطوله دي وبدايه البطوله دي؟ من غير شرح كتير ومن غير لف ودوران كتير، لا صوت اعلو فوق صوت المنتخب. واذا كان في اي حد شايف ان هو منتخب مصر يعني ممكن يكون اقل اهميه من جهه، فده يبقى يعني مخطئ. مفهوم. الحفاظ على كل الحقوق ان شاء الله باذن الله موجود، وعشان ما نضيعش وقت كتير انا بقول لك الازمه محلوله. من غير بقى تفسير انا بقول لك ان شاء الله المنتخب هيلعب بكامل نجومه. ايوه. بطوله كاس الامم الافريقيه والنادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه ان شاء الله باذن الله كمان كاس العالم للانديه. من غير تفسير ليه؟ ده تفسيرها مهم قوي. لا من غير تفسير، لان في امور لو اتقالت دلوقتي مش هتبوظ السحر بتاعك. مش هت بالظبط. لكن انا بقول لك على لساني. ايوه. نجاهد ان شاء الله باذن الله انه اثناء البطوله كاس الامم الافريقيه ان شاء الله المنتخب هيلعب بكامل النجوم اللي هيختاره مستر كروش. تمام. وفي نفس الوقت النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب مباراته في كاس العالم للانديه، ثم نتمنى له طبعا التوفيق انه يكمل لحد المباراه النهائيه. تمام. ان شاء الله هيلعب بكامل النجوم. حلو، معنى كده تفسيري انا للكلام ما فيش موضوع. تمام طيب. خلاص وضحت جدا ان البطولتين هيبقوا بعيد عن بعض. طيب خليني دي نقطه مهمه. ايه ما تفترضش، انا بقول لك تمام. انا هفسر بعد ما اقفل مع حضرتك الاجابه. لا على قد بس ايه ما تفترضش تفسير. تمام. التفسير هيبقى غريب وقتها، لكن انا بقول لك ده هيلعب بكامل نجومه وده هيلعب بكامل نجومه، وما اظنش ان احنا يعني الفتره اللي فاتت دي كلها الحكايات والقصص دي شغاله واحنا قاعدين بنعزل عنها. انا مش بنعزل عنها، لكن في ناس بتتكلم كتير عشان تخاطب الجماهير تبرأ نفسها او تشيل المسؤوليه من على نفسها، وفي ناس بتشتغل من غير كلام كتير. انا بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله البطولتين ان شاء الله كل فريق هيلعب بكامل نجومه. مفهوم. يعني اتحاد الكره كان ليه دور؟ يعني مش عايزه كلام. مفهوم. يعني الاتحاد الكره تدخل من اجل حل الازمه. ليس كل ما يعرف يقال. مفهوم. انما اللي انا بقوله ان شاء الله. اوكي. ليس كل ما يعرف يقال، ولكن انا بالنسبه لي ليس كل ما يقال يعرف. المكالمه دي لو احنا بنزاحها لو تتذكر، وحاله التفاؤل والتي سادت الاجواء المصريه، انا كان ليا فيها راي ان شغل سياسه بالزفلطه، زقها بالعصايه. زفلطه يعني تجي لك مشكله وانت تقعد تواجهها ليه وتتكلم فيها ليه؟ لا لا، باذن الله تتحل كل حاجه في حينها. والناس طلعت قالت له انت بتاخد قرارات مش هتكون موجود فيها. يعني لما يتقال لك ان اسمه مش في القرار الوزاري، اللي مسافر في البعثه الرسميه. مش معنى كده انه مش هيكون موجود هناك، هيكون موجود بصفته الافريقيه. اللي هو طبعا اهم حاجه عنده، لان هي دي الخطوه اللي هتوديه لصفته الدوليه اللي جابته موظف في الاتحاد الدولي يدير الكره المصريه. طيب انا رايي، وده اللي قلته بره الكواليس معاك، ان الموضوع ما اتحلش، لانه هو لو اتحل مش محتاج هذا الغموض. احنا ما هم كان زمان في مخرج اسمه هيتشكوك يعمل افلام غموض واثاره ويطلع لك في الاخر كده في لقطه لكن الفيلم كله تبقى قاعد ما انتش عارف مين اللي قاتل. لكن الفيلم الاثاره بتاع الكره المصريه معروف من اول لقطه مين اللي قاتل. يعني هو حتى مش عارف يتقمص هيتشكوك، مفهوم كويس قوي. ويقول لك والنادي الاهلي بارك له، بارك له انه عارف اللحظه دي، يعني عايز وصل رساله. احنا يا استاذ احمد الكلمه اللي بتبتز بيها الراي العام والنادي الاهلي، مفيش حد قام المنتخب. مفيش حد قام المنتخب، وده مش رايك، ده راي اي مواطن مصري واولهم الاهلي. واحنا مين قال لك ان احنا عايزين المنتخب يطلع ناقص؟ مين جبتها منين دي؟ هي الحلول يا هنا يا هنا؟ لا، يا هنا يا هنا يروح المنتخب.
ما حدش قالها، لدرجه ان تخلي معالي السفير يكررها وراك سفيرنا في الكاميرون، ما اعرفش جابها منين. ما فيش اهم من المنتخب، لا ما فيش، كلكم ما فيش اهم من المنتخب. احنا اول ناس بتقول كده، والاهلي طبعا. لو سالت الكابتن خطيب واي واحد يقول لك ما فيش اهم من الاهلي، بس ايضا انا المنتخب. في المنتخب ما فيش اهم من المنتخب، قصدي من المنتخب. ايوه، لكن انا بقول لك انا بلعب بطوله دوليه، ما بتفكرش فيا ازاي؟ انت 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 مش لاقي خط ظهر كامل، ممكن تلاقيها يعني، لكن خط الوسط بالكامل هو ساب مجدي قفشة، يبقى هيسيب لك صانع العاب. هتضطر تعمل توافيق وتبديل وناس مش في مكانها، لكن غير مأمونة العواقب. انت عندك اللعيبة الدوليين اللي هم شايلين المسؤولية وحافظين الخطط وليهم الثقة، انت حارم النادي الاهلي منهم. تسعى على رايك، لو هل انت بقى زي ما كنت بتراهن على خساره الاهلي عشان تحل مشاكل الدوري، قعدت مع الاستاذ احمد موسى وقلت له ان خروج الاهلي المبكر هيريح الدنيا، هو هل ده رهانك باستمرار لحل مشاكل الكره المصريه ان يخسر الممثل مصر سواء نادي او منتخب؟ يعني انت طرحت طرح يا استاذ ابراهيم واضح جدا. لو الاربع فرق دول، وهذا وارد جدا، على الاقل يكون منهم اثنين او ثلاثه، على فكره الاربعه من العشره المتاهلين للدور الاخير في تصفيات كاس العالم، ايوه، بما فيهم مالي، ايوه، ومنهم اثنين في التصنيف الاول، يعني المغرب وتونس تصنيف اول في تصفيات كاس العالم، يعني فرق قوية عندها فرص للاستمرار. ونيجيريا، لا أنا بكلمك على الأربع منتخبات اللي منهم لعيبة من الأهلي، منتخب مصر، نيجيريا ما فيهاش لاعب. أنا بتكلم إذا، لا عايز أقول إيه يعني؟ إن عندنا حظوظ للأربع فرق إن يكون منهم حد في السيمي فاينل. أنت عارف يعني حتى لو طلعوا قبل السيمي فاينل، لا نتمنى هذا. إزاي قاعد إن مواطن يبقى قاعد يتفرج وهو شايف إن الحل في إن حد يخسر؟ حد بيهمه؟ ايه ده؟ ايه الشعور المرضي ده؟ احنا لو حد خرج، طب ما هو انت عالم اللعيب يسافر ويروح ويجي لك، هيجي لك بمعنويات شكلها، هيجي لك عامل ازاي؟ هيجي لك زي ما انت لعبت اول ماتش في الدوري كده بالحاله البدنيه والنفسيه والصحيه بتاعت اللعيبه، مش هيجي لك في احسن حالاته. لا قدر الله اي حد خسران فريقه، مش هيجي لك في احسن حالاته. أيوة. كان من الاوفق انك تقول لنا ايه الحلول. يعني هو ليه الغموض؟ يقول لك ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال. لا يا سيدي، قول انا عملت كذا وعملت كذا وما قدرتش. عارف ليه ما قدرش يقول؟ لانه موظف عند انفنتينو، ما يقدرش يقول حاجة ربما تزعل منه رب العمل. هو مش عند مصر، هو لا يمثل مصر، هو جاء يدير الكرة المصرية من قبل الاتحاد الدولي، فهو قاعد جنب انفنتينو بس رب العمل. فهيقول لك ايه؟ انما لو هو اتحاد منتخب كان هيقف على ارض صلبة زي صامويل ايتو كده ويقول له احنا اتحاد حقه انه يدافع عن ممثل بلده في البطوله كاس العالم للانديه. اجل يا اخي شويه، مش كل مصلحه الكره الاوروبيه يا استاذ ابراهيم. كفى استغلالا لاوروبا، من اوروبا لافريقيا كفى. كل اللوائح، كل انتقالات اللاعبين، كل الكلام ده معموله بحيث ان اللعيب الموهبه في افريقيا يقدر يتنقل يروح اوروبا بسهوله جدا، ويترمي الفتات للبلاد الأصلية. ووصل الأمر أنك أنت كمان ممكن تتحرم منهم منتخباتك، لأن طبعا واحد في أوروبا وناشئ وبتاع هيخير تلعب هنا ولا هنا، 90% هيختار أوروبا. فالحقيقة احنا محتاجين اتحاد أفريقي قوي يدافع عن مصالح أفريقيا، محتاجين اتحاد مصري قوي. خلاص احنا أمام أمر واقع، في انتخابات، هيجي لنا اتحاد منتخب، سننتظر ونترقب. زائد رابطة الأندية
تاخد حقوقها وتبتدي تدير لنا مسابقة محترمة تحافظ على. احنا بنصرف كتير جدا يا استاذ ابراهيم دلوقتي، كل الأندية دلوقتي عندها ميزانيات كبيرة جدا، والأندية الجماهيرية وراها سعادة شعب، الأندية الجماهيرية وراها سعادة شعب. طيب